ورجعنا تاني في بيت أميرة. الأيام دي دايماً بنسمع عن الطب التكميلي أو الحجامة أو الطب النبوي، كل ده في مصب واحد، عايزين نتعرف عليه. نتعرف عليه إزاي؟ هنتعرف عليه من أخصائي كويس جداً جداً جداً، ومشرفنا النهاردة الدكتور عماد جمال عبد الحميد. منورنا جداً النهاردة. مرحبا بك. الله يسلمك. متشكرنا على وجودك معانا بجد. شرف لي والله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. عايزين نتعرف بقى على طب الحجامة بصفة يعني شاملة كده. طيب، هو عموماً بسم الله الرحمن الرحيم، الطب التكميلي له أكتر من فرع. في منه الحجامة، في الإبر الصينية، في العلاج بمصل النحل ومنتجات الخلية، في كذلك التدليك، في الكايروبراكتيك اللي هو تقويم الفقرات اللي بيسموه سمكرة، في الأعشاب، طب الأعشاب طبعا معروف جدا، التغذية العلاجية طبعا أصل من أصول الطب يعني. فدي معظمها فروع الطب التكميلي. تمام. بنبدأ مثلا هنتكلم عن الحجامة فرضا. الحجامة ناس كتير ما تعرفش ان هي حجامة، مع ان هي اصلا يعني من قبل الميلاد، صح، واقرها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على اكثر من موضع، 8 مواضع احتجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، واتى بحجام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحتجم لم ياتي باي شخص ويحجم، يعني مع ان الصحابة موجودين، ولكن لم ينادي مثلا سيدنا ابو بكر او عمر، لا، نادى مختص حجامه. صح. نادى احد الصحابه مختص في الحجامه واعطاه الاجره. طب ايه فوائد الحجامه دي بالنسبه لاي شخص برضه؟ الحجامه اولا هي طب. تمام. طيب، هي بتعمل الحجامه؟ اول حاجه بتعمل الحجامه ان احنا بنشيل الاخلاط اللي تحت الجلد. طبعا في كرات دم حمراء، في كرات دم بيضاء. كرات الدم الحمراء بتكون في كرات دم هارمه، يعني اخذت دورتها، بتاخد دورتها كل 120 يوم. فبتكون مهمتها انتهت او هارمه، ما عادش بتدي الشغل بتاعها زي الاول، فبتتراكم تحت الجلد. فبنيجي الحجامه بتتم عمليه شفط الاول بالكاس الهواء، بنعمل عمليه شفط للموضع او المكان، فبتتجمع هذه الاغلاط بتصعد للخارج. بنطلعها عن طريق الشرط. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الحجامه قال: الشفاء في ثلاث، شربه عسل وشرطة محجم والكي، وقال نفسه لا أحب الكي. إذن التشريط نفسه علاج، لأنه بيحفز الجهاز العصبي وبنشط الدورة الدموية، وطبعا بيقوي المناعة جدا. طب في أوقات مناسبة ممكن أعمل فيها الحجامة، وكم مرة في السنة مثلا؟ طيب، الحجامة عموما أفضل مواعيد للحجامة بالنسبة للشهرية، يعني اللي هي في الشهر العربي، اللي هو يوم 17، يوم 19، يوم 21. دول أفضل أيام في الحجامة، وطبعا لهم ارتباط بالمد والجزر واكتمال القمر والقصة دي يعني. أما بالنسبة كوقاية، المفروض من كل 6 شهور لسنة كوقاية. أنت مش بتشتكي من حاجة، بس أنا عايز أعمل وقاية، أنشر الدورة الدموية، أشيل الأغلاط اللي في الدم وهكذا. طيب، واحد عنده ألم، لا، الألم بتختلف، يعني ممكن يعملها بقى واحسن ما عنده ضغط مرتفع مثلا. ضغط المرتفع لازم يعملها كل شهر. تمام. وما ياخدش أي أدوية خالص. تمام. طب يعني حصل في الآونة الأخيرة ديت ارتفاع الضغط، هل في يعني هل في 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 أي علاجات حاجة تانية غير الحجامة زي الإبر الصينية أو كده لتظبيط الضغط؟ طبعا. تمام. الضغط هو عرض لمرض. يعني احنا بنتعامل مع العرض، معظم الناس تتعامل مع العرض. هو الحجامه مثلا، الضغط ليه ارتفع؟ اكيد في اسباب، نشوف الاسباب. ممكن يكون في كوليسترول، ممكن يكون في مشكله اخرى، فبنبدا ان احنا، لكن الحجامه عموما مفيده جدا جدا لمرضى الضغط. معها لازم ياخد اعشاب برضو تقوي العمل شويه وتظبط الضغط، زي مشروب الدوم، مشروب الدوم والكزبره اللي احنا بنعملها في البيت، يعني شايف بيطبخوا بيها دلوقتي. فالكزبره مفيده جدا لضبط السكر وضبط الضغط. طب الصداع النصفي دايما بشتكي ناس كتير منه، هل في برضو علاجات؟ الصداع عموما له اسباب برضو، يعني نشوف هل عنده مشكله في الاذن، عنده مشكله في النظر، عنده مشكله في الاسنان، عنده مشكله في المعده، نبدا نعالج الاصل. لكن الحجامه افضل شيء للصداع الحجامه.
تمام. الحجامه مفيده جدا جدا للصداع. طب هل فعلا مرضى السكر ممكن ان هم فعلا يقوموا بالحجامه ولا ده خطر عليهم؟ لا، مريض السكر اذا كان السكر عنده منضبط يقوم بالحجامه لا حرج، لكن اذا كان غير مستقر، السكر بتاعه غير مستقر يتعدى ال 400-450، لا دي بنعمل له مش حجامه تشريطيه، بنعمل له حجامه جافه او بنعمل له زي تشريط وهمي. طبعا اللي شغال في الحجامه عارف يعني ايه تشريط وهمي. عايزين نتعرف برضك على الصفحه بتاعت حضرتك من غير يعني عشان الناس تتواصل مع حضرتك او كده. مركز الطب النبوي للطب التكميلي. تمام. دي موجوده على الفيسبوك. وفي طبعا على اليوتيوب صفحه برضو بدون ادويه طب تكميلي. تمام، احنا تشرفنا بيك ووجودك معانا، وحابب تقول نصيحه للناس يعملوها قبل. والله يا ريت الناس تهتم بالتغذيه والاعشاب والطب الامن اللي هو ما فيهوش يعني بعيد عن الجراحه. ان هي تقي نفسها، لان العلاج هو الوقايه، مش ان احنا نمرض وبعدين نروح نعالج. لا انا اعالج نفسي من خلال التغذيه بتاعتي، من خلال الاعشاب الطبيه باستمرار. زي ما قلنا مثلا الضغط المرتفع ممكن ناخد معاه، لو شرب كوبايه دوم هتظبط الضغط. تمام. ويعمل حجامه يبقى تزال فل بفضل الله. ان شاء الله باذن الله تكون حلقات مستمره معاك يا دكتور عماد. وان شاء الله شرف ليا، ومتشكره جدا على وجودك معانا. هنرجع للشيف هنغرب بقى الكبده اهي. تمام. بسم الله. تسلم ايدك. بسم الله ما شاء الله. كاميرا معانا بقى يا جماعه عشان الحاجات الحلوه دي. هنغرب برضو الرز البسمتي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بقول لك كده مظبوط، ظبطت معلم. ألف أنا وشفا. القرفة برضو بدي له تيست، قرفة العيدان. ورق لورا برضو. في ناس كتير بقى بتحب مكسرات. برضو عشان ايه؟ دي حرية شخصية صح؟ يعني. أيوة. تمام. زبيب ولوز. هو الدكتور عماد اهوت حتى بيقول خلاص انا الريحه جوعتني. هو موعدني ان انا هاكل من الاكل ده. لازم ادوق. معانا برضو كباب الحل اهو. تمام. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بجد البصل عامل ريحه جامده فيه، تحفه. ده كباب حله لسه ما دخلش الفرن. اللي دخل الفرن اهو. تمام. على ده قبل وده بعد. تمام. وده الكبده. الكاميرا تجيبه بقى. وده الرز البسمتي. بجد تسلم ايدك ما شاء الله. ما شاء الله. الف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله. نورتنا يا شيف بجد. ربنا يبارك في حضرتك. والمساعد بتاع حضرتك الشيف ابراهيم. الشيف ابراهيم بجد متعب معانا النهارده. ربنا يبارك. ونورتنا وان شاء الله باذن الله ليك حلقات معانا ان شاء الله في بيت اميره. تحت امر حضرتك. يعني حابب تقول كلمه لاي حد؟ تمام. عاوز اقول لكل من هو مثلا بيشتغل في المهنه دي او الست بيت عامه، يكسروا من ذكر الله على الاكل. ونعم بالله ونعم بالله. وهم هيلاقوا الطعم كويس باذن الله. يعني اي حاجه حتى لو بتكشفي حله فاضيه كده تقولي بسم الله دايما يا رب. دايما بس. يا رب. ذكر الله طبعا بيفرق. ذكر الله ليه سحر رهيب. ونعم بالله حقيقي والله عملي يعني. ليه سحر رهيب ما شاء الله عليك. يعني انت بجد نفسك جميل وبجد كل طلتك حلوه. كلنا هنرجع نقول لك بذكر الله ونعمه بالله. النفس ده هو ذكر الله. ونعمه بالله بس مش هقدر اقول اكتر من كده. ما شاء الله عليك. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يزيدك من نعيم ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. نورتنا واسعدتنا وكمان يعني اكلتنا. هتاكل ان شاء الله بألف هنا وشفا. متابعين الغاليين بجد هتوحشوني كتير لغايه اما نشوفكم الاسبوع الجاي. كل ام كل سنه وانت طيبه. جبنا لك برده كذا وصفه النهارده مع المواهب اللي معانا والدكتور اللي مشرفنا برده. حابه تتابعوني ان شاء الله باذن الله على صفحه البرنامج بيت اميره مع اميره شعلان على الفيسبوك. وان شاء الله باذن الله اقدم لكم فقرات كتيره ومتعدده. تابعوني في أمان الله.